صباح الخير عليكم من جديد متابعي صباح الخرطوم في كل مكان، ولسه نحن معاكم مكملين من خلال فقراتنا لصباح الخرطوم. وصلنا بكم للسلطة الرابعة، الصحافة اللي دائما بتكون شايلة هم الناس، اللي دائما بتقدم لنا قضايا مختلفة وبتجد الحلول من خلال الصحافة الورقية، ولكن الصحافة الإلكترونية برضو عندها دور المهم، والدور متكامل ما بين الصحافة الورقية والإلكترونية. واحدة من الصحف الورقية والمجلات الورقية في السودان اللي قدرت برضو تاخذ جائزة على منصات التواصل الاجتماعي هي مجلة البادية السودانية. والآن معنا داخل الاستوديو رئيس تحرير هذه المجلة الدكتور حبيب فضل المولى. مرحبتين حبابك دكتور، صباح الخير عليك. أهلا بك أستاذة، وأهلا بمتابعي ومشاهدي قناة الخرطوم الفضائية، وعبرك التحية لكل المتابعين للسوشيال ميديا ووسائل الإعلام والاتصال في السودان وخارج السودان، وبهني شعبنا السوداني بعيد الاستقلال المجيد، وتحية أيضا لقراء مجلة البادية السودانية على امتداد وربوع الوطن. لك التحية وكل سنة وانت طيب، وكل القائمين على أمر هذه المجلة البادية السودانية. أنا قبل ما أتكلم دكتور حبيب، الاسم برضو بيلفت الانتباه، البادية السودانية، الاختيار للاسم تم كيف وليه اخترتوا البادية يعني؟ نعم صحيح، الحقيقة اسم مجلة البادية هو اسم استثنائي، يعني في الوقت اللي فيه انه كل الاسماء في الصحف او الاختيارات الصحف بالضرورة تكون يعني مواكبة وقريبة وتفاعلية وكده، لكن اسم البادية نتج من عمود اللي هي زاوية كنت بكتبها في صحيفة الانتباه فترة طويلة، يعني من 2008 لحد 2012، اللي هي ظل في البادية. فجاءت فكرة يعني التخلص من العمل في الصحف وكذا، ففكرت في إنشاء مجلة البادية السودانية عشان تهتم بالتراث والعادات والثقافات، خاصة إنه المجتمع السوداني فيه ذوق بدوي كبير جدا، يعني ما تكاد تجد يعني إنسان إلا وعنده شنو روتس. أو أخذت البادية لأنه حتى يعني أغلب الناس الموجودين حتى في العاصمة هم برضو جو من البادية، خلفياتهم يعني بدوية. ده بالإضافة لأنه البادية نفسها في السودان يعني شيء مميز، وفيها عالم جميل وعالم مختلف، وفيها التراث والتقاليد والأعراف السودانية الجميلة السمحة، يعني كل الثقافات الموجودة في السودان بجمالها هي بالضرورة تكون عندها خلفية في البادية. بالتالي مجتمع البادية لا بد من وسيلة اتصالية تعكس نشاطه وتهتم بقضاياه، لذلك نحن سمينا نفسنا البادية. يعني بتصدر كل كم؟ احنا دوري يعني 6 شهور يعني حسب الظروف بتاعتنا وكده. الحمد لله يعني اصدرنا العدد الاول في 2015 واستمرنا لحد 5 اعداد و6 اعداد، واسف السابع ان شاء الله. اخر اصداره كانت 200؟ اخر اصداره كانت في 2018 قبل جائحة كورونا. ما طولتوا؟ والله طولنا، لكن العالم فيه ظروف جديدة تقريبا، يعني كل العالم يعني الناس المهتمين بالإعلام بيعرفوها، خاصة المجال الصحافة الورقية، فهي في عملية بتاع تراجع وانحسار، فالعالم متجه للصحافة الإلكترونية بشكل كبير جدا، وكبريات الصحف في العالم يعني زي الول ستريت جورنال وقفت اصداراتها في اسيا وفي اوروبا، لأن الصحافه الورقيه بدات وفي ولايات امريكيه غصبا عنا، لانه المنصه الاعلاميه الجديده او يعني تقدر تقول المنظومه الاعلاميه الحديثه اصبحت تقير انماط كثيره في شكل الاتصال في العالم، فبالضروره انت تواكب، يعني ما عاد القارئ هو الذي يعني يرسل ابنه الى الصباح لي يعني المكتبه الجريده، فالعالم متجه نحو المايكرو، وسائل الاتصال والمواقع ومنصات التواصل أتاحت فرصة كبيرة للإنسان أو المتلقي وللجمهور أنك أنت تكون في سريرك قبل ما تصحى من النوم، ممكن تطلع على الأخبار كلها يعني وساعة بساعة ولحظتها. فالاختلاف ما بين الوسائط الإعلامية الحديثة والمنصات الإعلامية التقليدية يعني في حاجات كثيرة جدا، يعني الباحثين قدروا يقرروها في التفاعلية والسرعة والاستقلالية كذلك مستقلة جدا والتزامنية، فشفتي كل واحدة من المعايير دي بتديك ميزة مختلفة يعني. فانت اذا جيت للتفاعلية العالم تخطى مرحلة انك انت تكتب الخبر في الجريدة وتخليه لحد الصباح مع المطبعة تجي وبعد ذلك تنشر الصباح، لا انت بتنشر الخبر تتجه لعملية الرياكشن اللي هو التفاعلية مع الخبر نفسه.
فالخاصية دي ما موجودة إلا في وسائل التواصل خاصية الاجتماعي. خاصية المواكبة نفسها دكتور. والتفاعلية. المواكبة والتفاعلية والاستقلالية. يعني دول العالم أو الحكومات في أي منطقة في العالم تستطيع أنها تتحكم في الإعلام الورقي. يعني ممكن تمنع الصحيفة من الصدور يعني، وده بيحصل عندنا كثير جدا في السودان يعني، منع الصدور الصحف من الصدور، لكن لا تستطيع أن تتحكم في موقع إخباري إنه كيف تحجب عنه الخبر. فدي دي دي, دي الاستقلالية. كذلك المؤسسات الورقية والصحفية على مر تاريخها يعني خطابها أيديولوجي أو مؤدلج، أما هي بتتعلق بخدمة المؤسسات السياسية أو يعني السياسات والحكومات وكذا. أما المنصات الإعلامية الحديثة فلا يستطيع أحد أن يعمل على كنترول خالص، فهي حرة، حرة. تستطيع أن تنشر وقت ما تشاء وكيف ما تشاء وقت ما تشاء يعني. طيب دكتور حبيب، لكن قد يكون واحد الآن بشاهدنا بقول لك إنه يعني المواقع الإلكترونية دي مرات فيها عدم المصداقية أو عدم ما بكون مصدر موثوق بالنسبة لي. مرات أنت لما تنزل حاجة في وسائل التواصل الاجتماعي بيقول لك مصدرك شنو؟ يعني ما زيها وزي الصحيفة الورقية. نعم. اللي بتكون أنت عارف مقرها، عارف حتى كل الناس اللي هم بيعملوا في الصحف دي. لأي مدى أنه الصحف الإلكترونية دي قادرة تكون صادقة؟ لأنه بنشوف في وسائل التواصل الاجتماعي ممكن ينزلوا خبر بكرة يجي يعتذروا عن الخبر اللي نزل أمس. نعم. وممكن يكون ما صحيح. نعم. هذه الجزئية تتعلق بخصوصيات الصحافة ومصداقيتها كمهنية أو مهنيتها كخدمة إنسانية أو كمهنة لها كرامتها ولها سمعتها على مر تاريخها يعني، إنشاء الصحافة في العالم. فالفرق بين الصحافة الإلكترونية والصحافة الورقية إنه الصحافة الورقية في قانون ينظمها، وهي أنشأت بدري يعني قبل عندها ضوابط تخدمها. أما منصات التواصل الاجتماعي والصحافة الإلكترونية هي بتخضع لقانون يعني المعروف عندنا يعني قانون الجرائم المعلوماتية وكده. لكن الاختلاف وين؟ يعني أنت عندك موقع إخباري، أنشأت موقع إخباري، وفي نفس الوقت أنت عشان تواكب كصحيفة أنشأت صحيفة إلكترونية. الفرق بين الموقع الإخباري والصحيفة الإلكترونية إنه نشأة الصحيفة الإلكترونية قائمة على بيز أو أساس بتاع عمل صحفي هو منظم ملتزم بالقوالب التحريرية المعروفة اللي هي الخبر والتقرير والتحقيق والحوار وغير من المسميات الأخرى. الصحيفة الورقية ملتزمة بالجانب ده، فهي لما حصلت مواكبة والعالم اتجه ل يعني منصات رقمية وتطور تقني فأصبحت يعني مجبرة إنها تواكب هذا الحراك العالمي، فحولت نفسها من صحيفة ورقية لصحيفة إلكترونية. دي بتلقى فيها جانب كبير جدا من المهنية، وفي لما تنشر الخبر بالتأكيد بتكون مصادرها يعني مضبوطة معروفة مؤكدة، بحيث إنها تتجنب المزالق المترتبة على الخبر نفسه أو ما وراء الخبر. أما المواقع الإخبارية فهي تستطيع من هاتفك من بيتك من مكتبك انت بتحمل جريدتك الإلكترونية وماشي في مواصلاتك بتنشر الخبر بتشيله. وأكبر السلبيات الموجودة فيها اللي هي عملية اللصق والنشر والسرعة وكدا. يعني في عدم صياغة في التحرير. لكن ده ما بيمنع أنه هي المواقع الإلكترونية مميزة وسريعة وأصبحت ذات قيمة اتصالية كبيرة جدا حتى بالنسبة للمشتغلين في مجال الإعلام والأساتذة والباحثين بيفتكروا أنه عملية النقل النوعية الموجودة في شكل الاتصال في العالم جعلت من يعني الصحف معقولة يعني جرائد أسست في القرن 18 2017 يكفت سرحت كل الناس شغالين فيها. فالخدمة دي حاجة يعني مهمة جدا. فشنو فالجزئية المهمة في السؤال نفسه أنه لا بد من عملية ضبط الأخبار الواردة في المواقع الإخبارية بحيث أنه ما تتضرر منها الناس ما كده. والإعلاميين ذاته والصحفيين انتقلوا من الصحف الورقية الرغبة الذاتية دكتور الرغبة الذاتية يعني. فالعالم لازم يبحث في عملية ضبط الإخبار الضبط الإخباري وتدفق المعلومات. يعني بتلقي رئيس أمريكا ما معتمد على الصحف الأمريكية، بينشر في تويتر بينشر في منصات التواصل الاجتماعي يعني لحظة بلحظة.
ده تغيرات كبيره. التغريدات دي ايوه، والى ان وصل به الحال انه يحظر في تويتر ذاته نفسه للتجاوزات. فالان وسائل الاعلام الحديث او شبكات التواصل الاجتماعي تتحكم في العالم، في سياسات العالم. نحن المشتغلين في مجال الصحافه علينا المواكبه، اذا ما واكبنا هذا التطور الحديث من ألقى نفسنا برا. ده بيخليني يعني أقول لك دكتور حبيب، طالما الميزات دي كلها موجودة في وسائل التواصل الاجتماعي الإلكتروني، ليه أنتوا لحد الآن ما مشيتوا الجانب الإلكتروني؟ ما زلتوا لحد الآن مجلة في السودان كمجلة أو كصحف موجودة داخل السودان، إنه لسه الناس ملتزمة به الجانب الورقي؟ إحنا في السودان يعني أفتكر الصناعة بتاعت الورق أو المطبوعات والمجلات بشكل عام بدأت قديم جدا، يعني من 1919 واستمرت 64 ولحد تاريخ اليوم. واجهت مشاكل السودان بالذات، يعني أنت عارفة إنه المؤسسات الإعلامية الورقية وغيرها في السودان يعني بشكل عام كالعادة بتكون يعني تتجه خلف أهداف سياسية. يعني بتلقى صحفنا كلها في السودان بالضرورة تنخرط في دعم المؤسسة الحكومية الشغالة أو الحكومة الشغالة. صحيح. ودي عملية الأيديولوجيا الموجودة في شكل الإعلام. بالتالي لما يحصل تغير مفاجئ هذه المؤسسات بتنهار، بتحصل لها كولابس كبير جدا جدا. فدي واحدة من الإشكالات. عشان نحن نعالج هذا الخطأ بنقوم بنصدر صحف مؤيدة للنظام بنسبة 100%، وهذه هي المفارقة الكبيرة جدا. هذه الصحف التي أسست على أنقاض انهيار الصحف الأولى التي كانت تتبع للأيديولوجيات أو السياسات الحكومية، حتجد نفسها هذه الصحف الحديثة في نفس المأزق الكبير. بالتالي دي واحدة مشكلة في واحدة من مشكلات إدارة الإعلام في السودان. يعني إحنا عشان ندير إعلام محايد إحنا لازم نواكب نتجرد. يعني أنا عشان الرسالة الإعلامية شنو مفادة شنو؟ ما عشان أنا أنقر خبر ده لازم تتوفر فيه عناصر المصداقية والدقة والشفافية وغيره. يعني لازم نجيب على التساؤلات الموجودة في الخبر، نحن ندرسها للطلاب بتاعنا الإعلام. يعني أين ومتى وكيف، دي بتأكد لك مصداقيتك وإنك تملك أيوة والآخر تلقي الحقيقة. يعني نعم، فالجزئية دي جزئية خطيرة جدا. يعني حتى ولكن دخل فيها الإعلام الرقمي الحديث ده بشكل مباشر. حتى إدارة الدولة الآن ما بتعتمد على الصحف، لأن الصحف انهارت كبير، جزء كبير جدا منها انهار، وأصبحت تعتمد على الإعلام البديل. الإعلام البديل هو داخل فيه منصات التواصل الاجتماعي، الفيسبوك والواتساب والتويتر، ويعني وغير من العشرات المواقع الإخبارية والاتصالية وشبكات التواصل. دي بدور اصبحت بتشكل الراي العام اكثر من الصحف الموجوده. بالمناسبه اذا كانت اي حكومه في السودان جايه غير دي ذاتها او الحكومه دي نفسها بتفتكر الصحف بتديها سبورتنج وتكون هي القاسم المشترك ما بينه وبين الجمهور، بتكون مخطئه خطا كبير جدا. ما عادت الصحافه الورقيه هي تشكل الان الراي العام. الناس بتهتم بكل الاشياء عبر وسائل التواصل الاجتماعي. دكتور حبيب، خلينا شوية نتكلم عن تجربتكم داخل مجلة البادية. نعم. اللي بتحمل الهم. نعم. الثقافي والقطاع إذا كان اقتصادي أو زراعي بما تحمل من الاسم. نعم. أكيد من معاني مختلفة. نعم. كلمنا عن تبنيكم لبعض القضايا اللي ممكن تكون عندها علاقة بالجوانب المختلفة داخل مجلة البادية السودانية. لك التحية على هذا السؤال الطيب والجميل. نحن في مجلة البادية السودانية يعني عندنا فكرة، يعني بدأت كده كفكرة بتاعت الصحفيين محررين ذاتنا. نحن ما كنا لين بديناها، ولا عندنا اللي هو الراتب اللي كان القديم ذاك البسيط ده اللي بيمشي الصحفيين، فحاولنا نولف لحد الآن والله لحد اللحظة المسألة فيها فروقات كبيرة جدا، وفيها يعني فيها ضغوطات على مجتمع قبيلة الصحفيين بشكل عام، مش الصحفيين المحررين براهم، حتى الناشرين. لو كنت بتاخد 10,000 انت محتاج الان 100 200. ايوه، وحتى يعني المشتغلين في المجال كله من مدققين لقويين ومصممين، هذه المجموعة كلها المهنية اصبحت هذه المنظومة اصبحت تجد نفسها في سيف سايد من الحراك المجتمعي او التطور. نحن في مجلة البادية فيما يتعلق بالسؤال بتاعك، صح، يعني كنا بنفتكر
انه الازمه السودانيه ما ازمه سياسيه ولا ازمه اقتصاديه، يعني كان منظورنا لمشكلاتنا الرئيسيه او قضايانا المصيريه في السودان هي مشكله ثقافيه. يعني عدم تقبل، يعني انا بقبل الثاني، دي مشكله كبيره جدا. يعني المسميات بتاعتنا القبليه دي بتدخل لنا في صراعات كبيره جدا، ما لم تكون في مؤسسات يعني ومنصات اعلاميه ووسائل اتصال جماهيريه تخدم عمليه الثقافه والتالف السوداني، بيبقى ما خدمنا اي قرض، وده ظهر لنا جليا ومليا في شكل الصراعات القبليه الموجوده في السودان. فنحتاج انه نشتغل على التعايش السلمي، نشتغل على نشتغل على الثقافه، نشتغل على التراث، نشتغل على تقبل الاخر. نعم، نشتغل على الاعلام، يعني على الخطاب الاعلامي الداعم للوحده، تقبل الراي الاخر، تقبل الراي الاخر. يعني انا ممكن اصور لي فيديو اقول يا اخي ديل اهلنا النوبه كسر ودقوا هنا، ما ممكن، ما ممكن اصور لي فيديو اقول اهلنا مثلا البني عامر هجم. يعني المساله دي فيها خطاب داعم للكراهيه. يعني بالتالي يعني نحن في السودان احوج الى 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 منصات اعلاميه تدعم الثقافه. ونحن بطبعنا ناس متسامحين متصالحين، قد تكون في بعض الحفوات في النص، لكن نحن بطبيعه الحال انه ما بنقول والله انه ده شرق او غرب او شمال او جنوب، بقدر ما نحن بنتعامل يوميا. بتلقى جارك من الغرب وتلقى جارك من الشرق وتلقى الباب الفاتح عليك من الجنوب، وعادي. يعني محتاجين اننا نستفيد من هذا التنوع الثقافي الموجود في السودان، إدارة يعني التنوع. إدارة التنوع، يعني أسي يعني فترة الثورة السودانية المجيدة بشكلياتها والشالت نظام حكم 30 سنة. نعم. يعني له التحية، والتحية لكل من خدم وقدم لهذا الوطن، والتحية للثورة الموجودة. الثورة ثورة ديسمبر المجيدة دي قدمت نموذج مختلف لشعب سوداني متسامح، لكن للأسف السياسات الرسمية والسياسات المختلفة بتدخل. عشان كده يعني الصراعات القبلية دي مفترض تنتهي، حركاتنا المسلحة مفترض تجي، يعني لازم ندعم وحدة مدنية فيها استقرار، حتى إننا الخطاب بتاع الكراهية الموجود بيناتنا يتزال. لذلك نحن في مجلة البادية بنعتقد أنه المستقبل لعملية تلاقح سياسي، أقصد ثقافي وفكري، والمستقبل نحن بنراهن على عملية تقبل الآخر في أنها بتشكل الوجدان السوداني. ما لم نحن نلتقي في 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 وحدة جاذبة وسلام وتعايش وتقبل للآخر، أنا أفتكر الحكومة دي لو في مجهود تقدمه أنها تمازج بين الشعب السوداني ده من مختلف أعراقه وثقافاته. يعني عملية العرق والنوع واللون والجنس دي مفترض تكون تدعم الوحدة، لكن إذا أنت أنا بتخندك في إطار القبلية بتاعتي فدي بتحصل مشكلة كبيرة جدا. صحيح. ونفشل في أننا شفنا فترة يعني نصر. المشاكل بتاعت العنصرية وغيرها في وسائل التواصل الاجتماعي موجودة. يعني فمجلاتنا وصحفنا ما لم تواكب في هذا الإطار، أنا أفتكر بنغرد خارج السرب، وبنستطيع اننا ننقل المسؤول طلع والمسؤول نزل، وبترتب علينا حال الصحافه اللي فاتت، رغم انها كانت صحافه متمكنه كانت عندها قراء، لكن اليوم ما بتقدر تلقى الصحف السودانيه 50 ألف نسخه كلها مجتمع ما بتطبعها، مع انه لو طلع لايف واحد في منصات التواصل الاجتماعي لناشط ممكن تلقى كم؟ 100,000 200 مليون حتى لو طبعت. يعني كم من الناس اللي هم حيشتروا؟ ما لذلك يعني انا ادعو كل المشتغلين في مجالنا من زملاء صحفيين من ناشرين للاتجاه لل يعني تقنين المواقع الاخباريه. الصحيفه الواحده بمبلغ قدره بقول لك ما بتقدر اشوف لي حاجه ثانيه. يعني الفرق يا استاذ في هذا الجانب انه الموقع الاخباري ده او الصحيفه الالكترونيه تستطيع ان تدير بثلاثه لاربعه نفر، اما الصحيفه الورقيه ولا المجله الورقيه انا محتاج لي لتيم فيه 100. يعني الجديدة اللبنانية، صحيفة الجديدة اللبنانية استطاعت أن تسرع 100,000 فيها مؤسسات، فيها مختلفة جدا يعني، وتأسست بدري جدا، اضطرت تلقى نفسها هنا يعني برا السوق. صحف كبيرة، كبريات الصحف في العالم اتجهت للوسائل الإعلام الحديث، منصات الإعلام الحديث غصبا عنها ومجبورة. في ظل اقتصادنا يعني نحن محتاجين أنه نغلص بعض الأشياء عشان نقدر نواكب، عشان كده الناس اتجهت برضو لوسائل التواصل الاجتماعي، قد تكون ما مكلفة جدا زي الورق، لأنه تكلفة الورق تكلفة كبيرة. نعم، الجزئية دي بالذات بالتحديد تكلفة الورق بيعيشوها الناس يعني ناس في صحف عندها محبة خاصة في وجدان الشعب السوداني، وبعض الخبراء والمختصين والباحثين بيفتكروا انه يعني لطالما استطاعت الصحف العالمية او الصحف في العالم انها يعني تساير التطور اللي حصل في الإذاعة والتطور التقني اللي حصل للتلفزيون، التلفزيون يعني في زمن من الأزمان كان طفرة اتصالية، فعفوا
الصحافة قدرت تساير هذا الجانب من التطور الاتصالي في العالم، فبيفتكروا إنها تستطيع الصحافة الورقية أن تواكب وتساير هذا التطور اللي حصل في العالم التقني والرقمي، ولكن يعني بيستراجلين، يعني أنت بتقاتل، أنت ما قادر، يعني أنت عشان تصل ما بتقدر، بالجانب فلازم لا أي ما بتقدر، لأنك أنت بتستمر بتلقى نفسك اتراكمت عليك كميات كبيرة من من الديون، الديون وهذا هو السبب الرئيسي الذي أخرج عشرات الصحف الموجودة من الأسماء الجميلة في عالمنا السوداني، طلعت من الشارع وسرحت الزملاء الصحفيين، وأصبحنا في واقع غصبا عننا. وجائحة كورونا الموجودة دي جات كمان وغطت على غطت على المسألة كلها. لكن احنا في السودان يا أستاذة، لو أنت لاحظتي وتابعتي، يعني اقتصادنا ممتاز، يعني بلد فيها إمكانات مهولة، فيها ثروة اقتصادية. احنا في مجلة البادية دائما بنركز على الجانب المتعلق بالاقتصاد الزراعي بشقيه والحيواني والإنتاج وغيره، فده تنوع انا افتكر انه يا ريت كل منصاتنا تتحدث عنه وتقدم ثقافاتنا وعاداتنا النبيلة هل انت والعالمية. شفتوا الجانب الساحر والمتوفر في السودان في مجلة البادية باعتبار انه الزراعة والرعي والاشياء دي متوفرة، يعني في انكم ما حتجتهدوا في انكم تنتجوا مواد لان المواد هي موجودة؟ ليس بالضرورة، يعني احنا بنجتهد كيف؟ احنا في مجلة البادية مثلا عشان نقدم لنا صورة يعني او تحقيق يعني من منطقة، لازم اننا نسافر في الخلا ونمشي نمشي نشوف بادية الكباب ايش فيها شنو؟ دور المضى مشينا لاقصى يعني البطانة، ابو دليك فيها شنو؟ في اخر عدد عندنا معانا دكتور الفاتح، له التحية برضه، انا بحيي كل تحية الزملاء في مجلة البادية والمصممين وغيرهم يعني والمحررين. يعني نحن بنصار عشان نسافر لمحطات بعيدة جدا عشان نعكس. اتكلمنا برضو، كان في أعداد سابقة عن الهوية السودانية ذات نفسها، يعني وتشكلاتها والحزن في الشخصية السودانية، وليه أصبحت العالم كله في العالم العربي بيحترم الشخصية السودانية؟ ليه؟ لأنه في حاجات جميلة، يعني البشر في السودان هو ذاته ثروة في حد ذاته، وده خليك من قيمتنا الثانية برضو، يعني الأشياء الموجودة حوالينا والله ما محوجانا نعمل أي شيء، كيف لكن نحن نقدر نوظف مواردنا السودانية لمصلحتنا نحن كسودانيين بعد ذاك نحن نفتح للعالم الخارجي؟ نعم. يعني أنا أستاذة في الجزئية دي بالذات، يعني الاقتصاد الزراعي، يعني احنا أنا ما عارف بلد زراعي يستطيع أنه يعني ينتج القمح من السودان ويتحول لبرا، مشروع نادك الموجودة عندنا ده مثلا، يعني انا قبل اليوم مشيت عملت يعني تحقيق للانتباه في 2011 10 تقريبا، مشيت مشروع الجزيره، مشروع الجزيره عملت فيه تحقيق، وجدت انه مشروع الجزيره بحسب التقارير اللي انشئت به يعني زمان جدا في الحكومات السابقه يستطيع انه يغطي العالم العربي وين وسلط غذاء العالم، لحد ما بقول لك السودان سلط غذاء العالم، صح؟ ما شفت لحد الآن سلة غذاء فنحن العالم. الآن نتحول من سلة غذاء نحن العالم دارين نبعد عن إلى الشعارات أفقر ونحققها على أرض الخبز، الواقع. يعني نحن عشان نكون سلة في الشعار، يعني احنا أصبح هذا الشعار بالنسبة لنا مجرد أمل، أمل يعني، ولكن هذا الأمل لا يموت، يعني طالما أنه أكيد هو موجود في يعني نحن عايشين بأذهاننا. على أمل أصلا. فالمشاهد اللي بتبثها يعني منصات التواصل الاجتماعي والمقاطع البسيطة تعبر عن حالة التردي الموجود في المياه في مشاريع مختلفة الآن في السودان. فيا ريت مع تطور الوقت ان احنا نهتم بالجانب الزراعي بتاعنا ونعود سلة غذاء العالم بعد ما يعني نتجاوز مسألة الصفوف ونجيب على رجلينا، يعني انا آمل ذلك. يعني إن شاء الله. الدكتور حبيب عايز أتكلم عن الجائزة، جائزة درجة الدكتوراه في شبكات التواصل الاجتماعي نعم لمجلة البادية السودانية. نعم الحقيقة نحن يعني اهتمامنا كثير جدا في مجلة البادية برضو بالنزاعات القبلية، يعني بنهتم بالصراع والقبائل، احنا في كل عدد بنجيب قبيله بنضع قبيله وبنجيب يعني بنلتقي ناظرها وبنعمل يعني بنفتش بنبحث عن المعلومات الجميله فيها وبنقدمها نعم للقارئ، وبكون اننا يعني مهتمين كثير جدا. ف يعني من واقع ارتباطنا بالريف حاولنا نركز على عمليه النزاع القبلي، ده قادنا لانه انا اقوم يعني ابحث او احضر رساله الدكتوراه في شبكات التواصل الاجتماعي وتاثير على النزاع القبلي في السودان، واتخصصت من ولايه غرب كردفان دراسه حاله او كيس ستادي، وانا من هنا بحيي يعني اساتذتنا البروفيسورات والدكاتره في جامعه السودان وجامعه المدن الاسلاميه، بروفيسور مختار عثمان الصديق ودكتور جلال الدين الشيخ زياده، هذا الرجل الثوري وهذا الرجل الذي يعبر عن يعني الحلم الحقيقي بالنسبة للجان المقاومة على مستوى السودان،
يعني تاركا الحزبيه، وزول يعني بروفيسور، يعني زول مختص في الاعلام. انا افتكر انه يعني ما تعرض له دكتور جلال زياده في كليه جامعه المدراسه الاسلاميه، يعني يجب انه الناس تقيف عنده. يعني هذا الرجل يعني رجل قدم لناس داخل وخارج السودان للاعلاميين وللباحثين عصاره ما يملك ان من شاء الله مجهود ربنا كبير. ينصر كل مظلوم يعني. ربنا ينصر كل مظلوم ان شاء الله بإذن. فالحمد لله رب العالمين. يعني توجد الرساله بتاعت الدكتوراه في بحث على مدى 3 سنوات، وانا يعني ذهبت الى غرب كردفان بحكم انتمائي للمنطقه نفسها، بحثت في تفاصيل. افتكر كانت شبكات التواصل الاجتماعي مشكله فيها راي سالب. يعني واديك نموذج بسيط يعني لصراعاتنا القبليه الموجوده في المنطقه ذاتها اللي هي موقع الدراسه، والحال نفسه في شرق السودان، في غرب السودان، في النيل الازرق، في جنوب كردفان، نفس الصراعات لا زالت هي موجوده في الوطن، وكارثه حقيقيه تحتاج لتدخل الدوله. احنا في غرب كردفان عندنا صراعات قبليه يعني بمكوناتنا الجغرافيه، مثلا الحمر والمعاليه والمسيريه فيما بعض. انا سلطت الضوء على قضيه واحده في مناطق المسيريه، يعني هي مشكله قبليه. المشكله القبليه نفسها يعني تدخلت فيها وسائل التواصل الاجتماعي والشبكات بشكل سالب، بحيث انه الناس المتعاركين ما بيناتهم صوروا لقطات بثوها في المنصات العامه. فانت عارفه لما تقتل عدو في معركه او زول ابن عمك وانت تصوره وتفتح لك جروب او مجموعه تسميها مثلا اولاد فلان، اولاد علان او زيد، انا ما دار اذكر منصات اعلاميه او مواقع بعينها، لكن كانت ذات تاثير سالب جدا، يعني هزت قلوب كل الذين يتابعون القضايا في السودان. ودي الاشكاليات يعني دكتور حبيب لضيق الزمن، انه دي مشاكل قد تواجهنا دائما في وسائل التواصل الاجتماعي، مرات بتكون من خلال يعني مشكله شخصيه، انا بقدر اقوم ارد على شخص معين ممكن يكون الرد سالب لانه له مشكله شخصيه في نفسه. يعني احنا دائما خلينا نشوف الابعاد اكثر ونشوف السودان الكبير ده بمنظار وردي جميل لسودان قادم باذن الله. شكرا لك كثير دكتور حبيب فضل الله وفضل المولى، وانت رئيس تحرير مجله الباديه السودانيه الورقيه، ونتمنى انه نشوفكم ان شاء الله في اصدارات قادمه الكترونيه باذن الله. شكرا لك كثير. انا اشكرك جديد كثير يا استاذ مشاعر، واشكر متابعي يعني واصدقاء اذاعه او فضائيه الخرطوم التلفزيونيه، وبشكر كل الشعب السوداني المهتم جدا بثقافاتنا وعاداتنا وتراثنا وبوادينا، وتحيه برسله كذلك المتابعين خارج السودان لمجله الباديه والمهتمين بها. واتمنى انه اعلامنا في السودان يتجه لاعلام يعني محايد، واعلام جميل، واعلام يقرس القيم النبيله والفاضله في نفوس الشعب، لا اعلام يثير الكراهيه ايوه يأدلج الاشياء. انا شاكر ومقدر لك، كتر لك خيرك، تحيه بارك الله فيك، وتحيه عبرك لكل اهلنا في الباديه. لكم التحيه مشاهدينا الكرام في كل مكان. ضيف قادم ان شاء الله، موضوع اخر عبر هذه الحلقه من صباح الخرطوم بعد الفاصل.